حضرتك. اهلا بيك يا بنتي. لا هند مش هنا، تأمريني بحاجة؟ حتى لو هند هنا مش هتقدر تعمل لك حاجة. يعني انتوا شايفين تصرفها صح؟ ابدا يا بنتي، بس رأينا مش هيغير حاجة. انا انظلمت، اخدت سلفة وحطيت كل اللي عندي وهي اللي استفادت. على كل الاحوال انا ما رح اسكت ورح افضحها وين ما كان. وكلي امرك لله يا بنتي، وصدقيني انا لو اعرف ان هند هتأثر عليها كنت قلت لك كلميها لما تيجي. يعني زوجها كمان ما له تأثير عليها؟ والله والله ثم والله ان مديتي دينك عليها مرة ثانية اكسر دينك، اوديك بستين داهية. خسين اللي انتي. انا اخسي؟ انا يا جنة الحياة؟ انا حسبة امي ايش تقولي لي جنين؟ صدق هلك ما اعرف كيف يا هند. هند استهدي بالله، خليها تولي خليها تولي يا هند، هذه مو اي هشيمة ولا تعزي وياها. اراويكم اراويكم. تركيها يا هند يما تركيها، تركيها يا ميزة. روحي روحي قولي حق سيف اخر رجال المحترمين خليه يأدبني، اوريك ان ما أدبتش انا ماني هند. بتشوفين ان ما خليتش تبكي بدل دموع دم ما تقول انا اسمك هند. صبري ايش هالحظ؟ شركة التنظيفات شبه متوقفة عن العمل، والجمعيات رجعت بضاعتنا، وشركة المقاولات يا دوب تشتغل. ما بتحكي؟ ما تقول شيء؟ ولا انت معاشك ما تاخذه من الشركات اللي كل مالها تتردد؟ تسلمني الشغل وما تتدخلش وتكتب لي نسبة. حلو. مش عاوز اكتب الشركات كلها باسمك؟ عاوز الشغل يمشي توقع الاوراق اللي انا اوافق عليها. مش عاجبك انت حر، خليك انت بحظك لغايه ما تخسر كل حاجه. وشنو مقترحاتك يا ابو نسب؟ انا مش هقول، انا هنفذ، بس قبل كل شيء توافق على اللي انا قلته وتوقع النسبة. لو سمحت. حضرتك زوج عايشة صح؟ هي في الشغل؟ أي خدمة؟ بعرف، بس أنا جاية أحكي معك. هي عم تقول إنه أنت عاطل عن العمل وطول الوقت قاعد بالبيت، فتوقعت إجي لاقيكم. مين اللي تقول؟ المدام. وعموماً أنا ماني جاية أفتن ولا جاية أشتكي، بس حابة أقول لك إنه خسارتك رح تكون أكبر من خسارتي بكتير لو ما انتبهت. لو كان علي خالتي كان قعدت، بس لا انا عندي ولد اطالع له ثم اطالعه، وهذه ما بصحيه، اخاف تسوي في ولدي شيء. تكتري علي يا بنيتي، مو لاني شغل فيها. وهي تخاف من راشد، بقول حق مرته تكلم. خالتي انا مو ناقصه توتر عصاب، سامحيني. يما ما حد غيرك موسع صدري في هالبيت، شلون بتخليني وبتروحي؟ غصبا علي الغاليه، بس تبين رايي؟ انت بعد طلعي من هني. قبل كنت أقولك هذه بيتك وبيتنا، بس الظاهر يا خالتي ما عاد لنا بيت. أنتي تقولين لا تقولين حق أبوك وتروحين بنفسك تقولين له. عاد من زين الخبر عشان أقول له، جايز أقول له بس مو الحين، بعدين بروحوا علي مشغول فكرة مع الشركة ومع خالتش. من زين قالت لك جدتي من اتصل فينا اليوم؟ قالت لي اتصلت وفاء، بس ما كنت ابيش تعرفي. ليش؟ خايفة خالتي تطيح من عيني؟
خايفة تعتقدين ان هالامور عادية وطبيعة الحياة، انه الخال يزور وياكل حلال اخوانه، والخالة تخون الثقة والتاجر فيها. ماني لاقيت لهم عذر، هم مو محتاجين ولا قاصرهم شيء علشان يحطون عينهم على اللي بيتغيرهم. معك حق يما، ما لهم عذر، بس لا تحقين انه ابوي قصر في يوم من الايام بتربيتهم. يعني لو واحد فيكم يا ساره خيب املنا في يوم من الايام، تفتكرين هذا تقصير مني انا وابوك؟ غرفتك موجودة وما في داعي أتكلم، أنت تعرفين غلطك عندي. إن شاء الله، أنت بس قول إن شاء الله يطلع تركي وأنت ترتاح. أكيد برتاح وبفرح، بس لأنه طلع مو بعشان شيء ثاني. الله يفرجها عليه وعلي معاه. نادي، أنا في حاجة بقولها لك، بس مستحي منك، ما أعرف شلون أقولها، أشوفها صعبة على لساني. وانت من متى تستحي مني يا فهد؟ في اشياء يستحي الواحد يفكر فيها حتى لو بينه وبين نفسه. نادية، انا ما اعرف ايش اقول لك. نادية، انا مفكر استرد كل حلالي، بس وعندك طريقة تسترد بها حلالك؟ عندي، ويمكن تنجح ويمكن لا، بس أنا مو براضي عن نفسي لأني قاعد أفكر بلوم. ما أدري يا أخوي، إحنا صح ولا غلط؟ حتى لما نحب نسترد اللي لنا نفكر في اللي أخذ حقنا أكثر من نفسنا. أرجوك أتوسل إليك ما تقوله، غلطة وما راح تتكرر. أعذرني، أنا عندي التزامات كتير وعلي سلفة ومصاريف ما يعلم فيها غير رب العباد، وهذه أول مرة. لا، دي تاني مرة والأخيرة. أنا قلت بس أعد الوضع شوي. لا، أنت قلت زي ما فاتت المرة الأولانية حتفوت المرة التانية. أرجوك افهمني يا أستاذ يحيى، أنا إلي 10 سنين شغال في هالشركة، عمري ما فكرت أغش ولا أخذ حق مش حقي، لكن الوضع اختلف. راشد ظلمني وظلم ناس كتير معاي وأولهم أنت، وترد الظلم بظلم، تظلم نفسك ولادك وتأكلهم من مال حرام، ما توقعتهاش منك أبدا يا فوزي. تزور معاملات وتصرف مكافآت وتخليني أنا بنفسي اللي أوديها له عشان يوقعها، ما كفكش التزوير، عاوز تحملني أنا كمان الذنب. يعني قلبك عليه مش عامل حساب للعشرة اللي بيننا، مش مقدر الظروف اللي بمر فيها، نزل راتبي وألغى الأوفر تايم وحط علينا شروط قاسي وبعدك ما بتعذرني؟ عاوزني اقول لك ايه؟ معاك حق، برافو عليك انك بتاكل ولادك من مال حرام. بدي اياك تعطيني فرصه ثانيه، انا غلطت وصدقني ندمان. ارجوك يا استاذ يحيى ما تجيب له سيره، انا عندي 5 اولاد لو ضعت بيضيعوا. سيبيه يا يحيى، وبعد ايش عندك؟ قلت اللي عندي، ما لك حق على مرتي ولا علي، انا ما جبت من الشارع. بعدين اسمو عندها اهل، لو سكت انا هم ما راح يسكتون. واللي متربيه وعندها اهل على قولتك تمد ايدينها وتطول لسانها على ام زوجها؟ ولا صارت زوجتك ابدا من امك؟ امك اللي تتحرش بها وتقلل من قيمتي قدامها وهي ما ترضى علي. صارت امي الحين انا بروحي، مي هي امك، وام اللي تقلل من قيمتك. ها يا ابني قول كلام معقول، ده امك مستحمله كل حاجه علشان خاطرك، علشان تقعد معاك وتراعي ابنك. هالكلام مبداش راسي، ويكون في علمك كانت بتشتكي عليك في الشرطه وانا اللي منعتها، كنت بتسببين لها عاهه مستديمه، بس انا مو بكل مره اقدر امنعها. وكيفك عاد؟ معقوله يما خالي سيف يتكلم معاك بهالطريقة؟ ايش صار له؟ لا تسأليني يا سارة، ما عاد تفهم أي شيء. لهالدرجة يحبها وما يصدق غيرها؟ حتى يفضلها على أمه؟
سيف بعض ضايع يا سارة، فجأة لقى نفسه بدون أبو، بدون سند، بدون مستقبل. عقب كل اللي قاله لك للحين توجدين له عذر؟ أنا ما أوجد له العذر، أوجد لكل اللي قاعد يصير حوالي العذر عشان أفهم. بالمدارس علمونا إن لكل فعل ردة فعل موازية أو مناسبة له كردة فعل، بس اللي أنا قاعد أشوفه أن ردود الأفعال صايرة بدون فعل، بدون سبب، بدون مبررات. معك حق يا بنتي، معك حق، وأنا شايفة إن أمي أحسن لها وأكرم لها أنتي تعيش عندي. تبيني أخذ إذن منك وموافقة إن أختي تعيش عندي؟ مني ومنك، مو تقرر تشيل شلايلها وتشيلي. قصري حسك لو سمحتي. شوف يا فهد، أنا مو ضد إن أختك تعيش عندي، بس كان لازم تقول لي. أنا كذي أحس إني مالي كلمة وماني راعية بيت. راعية البيت تكرم رايلها وهلها، ما بتدقق على الأمور الصغيرة وتترك الكبيرة. أظن بترد على موضوع الأرض. الأرض بسبت يا مدام، ولما تعطفين وتكرمين بتعطيني إياها علشان أبيعها وأوقف على ريلي مرة ثانية. تقدر توقف على ريلك بدونها، هذه ذخر. وبعدين حسب ما سمعت انك رديت تبيع وتشتري سيارات وما ادري من بسمة تكتبهم. تثق في الغير وما تثق فيني؟ بالعكس، انا واثق منك جدا، وقاعد اخطط حق مشروع كبير وكله بسمك. قول والله. من غير ما احلف، انا الاوان ان الواحد يخطط عدل ويستغل الفرصة المتاحة عشان يأمن نفسه. قلت له ما بي أكشف وبخليها على الله، والدكتور طمني بس ما راح أسوي سونار، وراشد اقتنع. من الشهر الجاي ببتدي أجهز حق الياهل. خالتي صار لي ساعة أتكلم معاك، شفيش ما تردين علي؟ أخاف يا بنيتي أقول لك شيء تفهميني غلط ورايلك يهد علي. أنتوا اللي فاهميني غلط. خالتي أنتوا ليش ماخذين عني فكرة غلط؟ أنا قصدي مو شر. بعدين الوحدة لازم تقول حق رايلها كل شيء. أنت تقولين حق عمي براشد كل شيء، كل اللي يصير معك، صح؟ وراشد يا بنيتي غير عن غيره، يا ما تصير أشياء في البيت ما أقولها علشان ما ضايقه وغثه. مو صحيح، راشد كان محتفظ بذهبك عشانك، وانت الله يهداك يا خالتي فهمتي أبو غير وخليتي يسيء الظن ويمرض وما يحتاج يكمل. تبيني اطقها عشان ترضين؟ لا، ليش اطقها؟ انا انطق عادي. لا مو بعادي يا بنت الحلال، هذاني رحت حق هند وحذرته، امي ما راح تتعرض لك كلش، بس عشان تعرفين فعايل اخر الرجال المحترمين. وقول لها خل تحترمني مثل ما تحترم مرت راشد. اكيد. وما لها شغل في خدامتي. طبعا. وما لها شغل لا في السيارة ولا في الدريول، أنا منبهة عليهم ما حد يتحرك من البيت قبل الله يشاورني. بس هذا دريول البيت وهي تحتاجه. في شنو تحتاجه إن شاء الله؟ عشان تروحك هالسوس أختك العودة تكوكها وترد لنا مشحونة. لا حبيبي، يبونها يون يأخذونها، أنا مو مستعد أعطل أشغالي عشانها. أنا اللي طرت لأن يمشي آخر موظف علشان أقول لك هالكلام. يا أستاذ راشد أنا. بس ولا كلمة. هات المفاتيح. أنا بطلع أكرم منك. شوف لك حد ينقل كفالتك خلال أسبوع. إذا ما لقيت مضطر أكنسل فيستك. تفضل من غير مطلوب. Thank you.
أنا مش مجبر أحلف لك. أنا ما قلتلوش أي حاجة. عاوز تصدق صدق، ما تصدقش أنت حر. محدش كان موجود غيري وغيرك، وكل الكلام اللي دار بيننا يا أستاذ يحيى قالوا لي بالحرف الواحد. غريبة. وطبعا هيقول للكل، ومحدش هيرضى يكفني. ساعدني يا أستاذ يحيى، أولادي في المدرسة، وأنا أوديهم، وأنا أروح لمين؟ أنا هكلم غازي، بس ما وعدكش إنه يوافق، وطبعا هقول له كل ظروفك. وطبعا هتقول له إني طبعا لازم أكون أمين معاه. وإذا ما رضي ينقل كفالتي، أعمل إيش؟ أروح لمين؟ لو نسيت؟ لو حيرني ان انا فعلا ما قلتلوش اي حاجة. انت شلون عرف؟ شلون يعرف كل شيء؟ قصة الشيك اللي ب50,000 عرفه بنفس اللحظة. لا يكون نفس اللي انت بتفكري فيه انا بفكر فيه. زين افرضي يحيى ان اللي دور براسي صح. ولا توصل لها الحقارة؟ الظاهر إنها مش لسه هتوصل. دي وصلت فعلا. يحط أجهزة تصنت؟ إحنا وين عايشين؟ وليش هذا كله؟ والله يا هند، أنا طول الوقت بسأل نفسي، هل الفلوس تستحق إن الواحد يعيش عشانها خايف وحيد؟ هل تستحق إن الواحد يخسر حب أقرب الناس ليه؟ قولي يحيى، تستحق ان الواحد يخسر دنيته، يخسر اخرته؟ انا الظاهر في طريقي اني افقد الثقه فيك. يا راشد انا احتجت وما فيها شيء. لا فيها شيء. قولي كم تبين وليش انا بعطيك. اما ترزين ويش العود اللي كنا فطير مشلتت تروحين البنك وتسحبين بشيكات؟ راشد، تصير مع زميلاتي في المدرسة مناسبات، ما يصير ما أوجبهم، وخصوصا هم دائما يوجبوني. عطيني عذر مقبول عشان أوجد لك عذر. أما بتشتغلين عشان فلان وعلانة، لا يبقى قعدي في البيت أحسن لك. إنزين، حط نفسك بمكاني. أنت حطي نفسك مكاني. أنا أشتغل ليل ونهار، ما حد وقف معاي. زوجتي اللي هي زوجتي مو بحاسة فيني، تتصرف وكأنه مالي حساب، لغيتني تماما. اسفة. قولي اخر مرة. اخر مرة. وتذكري اني انا اشتغل عشانك وعشان اللي في بطنك، ولو احتجنا ريال ما حد بيقطع علينا. مشوار ايه اللي راحوا يحيى دلوقتي عند؟ ما ادري يا ام يحيى، لما يرجع ويقول لي بقول لك. يلا تصبحين على خير. هند، أنا عايز أسألك سؤال، بس يا ريت تجاوبين عليه بدون مجاملات. أنا عارفة سؤالك والجواب بأمانة وصدق. لا. وعرفت منين؟ العيال بلغوني، كل واحد منهم قاعد معاي وبروحه وعاتبني، قالوا لي ليش أنت محسة يدتنا إنها ضيف ثقيل. يخسى عليهم، تحكي بيني وبينهم، وهم من حبهم ليش بلغوني. يعني أنا مش بضايقاكم. أم يحيى، ما تصورين وجودك في البيت شلون سوى توازن. أنا قمت أروح وأرد وأنا مطمئنة، لأني عارفة عندي وحدة في البيت تدير البيت أحسن مني، وتخاف على عيالي كثري وكثربوهم. اعتذر يا عمي، صدقني اول كان عندي مفاتيح الشركه ومفاتيح كل المكاتب، اقب وخد مفتاح مكتبه، الحين انا بس انظف المكاتب الباقيه. مال مين اللي بيقفل الشركه بعد ما نمشي؟ انا يا عمي انظف لما يروحون كل الناس، هو يكون موجود يقفل الشركه وياخذ مفتاح معه. ازاي بقى؟ انت
مش المفروض اول واحد تكون موجود الصبح عشان تفتح الشركه؟ اعتذر يا عمي، الحين انا اقعد انطر برا لين ما هو يجي. سلام. شني اللي ذابح لك أحد؟ حطي نفسك مكاني، بتفرطين في ربع 50 ولا 60 ألف باسم الزمالة ولا الصداقة؟ خلاص عاد مالك نصيب. ويل خلي عنك تصرفات اليهال. حبيبتي انا في وجهك كل يوم، يعني مالك بد تكلميني واكلمك. انزين، علشان اراضيك بكلم التريلي يشتري بفلوسك اراضي. الاراضي مثل الاسهم، كل مالها ترتفع. ايش تبين بعد؟ اذا انت ضامنه يا يحيى انا ما عندي مانع. خليه يجيب اوراقه ويسلمها السكرتيره وبأشوف له شغله. متشكر قوي يا استاذ غازي. العفو. ويا ريت يا يحيى تفكر في نفسك شوي. طب ازاي؟ قول لي انت، تفتكر سهل ان انا اشتغل مع واحد سرق عمري؟ انت لا قادر تشتغل معاه ولا قادر تشتغل حق نفسك. وانا بصراحه عندي مشاريع ومحتاج خبرتك. البلد فيها مشاريع كثيره. اذا ما بتكون ثروه الحين عمرك ما راح تكون. أنا ما عدت أشتغل هني، هاي بس بحكم العادة. بعرف، وأنا ما كنت متوقع أني لاقيكم، بس الحمد لله اللي لقيتك. في شكوى جديدة على المدام؟ رجاءً ما تسيء الظن فيني، أنا هديك المرة كنت منفعلة شوي، ويمكن كون غلطت بدون قصد. أنا ما أقدر ألومك. أنا جاي أطلب منك خدمة، ولو اعتذرت بقدر هالشي، بس رجاءً لو وافقت أو ما وافقت ما تخبر المدام. موضوع عادي يا يحيى، ليش نتكلم فيه بعدين؟ معلش، حتى لو كان عادي نتكلم فيه بعدين، أخلص الشغل اللي في إيدي ونتقابل برا. إيش فيك يا يحيى؟ كل ما ابي اقول لك شيء تقول لي بعدين بعدين. في شيء؟ لا يا اخي ما فيش حاجه، بس انا كنت عاوزك تشرب القهوه وتتسلى بالجورنان ده لحد ما افضلك. المهم اني ما اتكلم. بالظبط، اصلي عاوز اركز في الشغل. خلاص على امرك. طيب ايش رايك اروح ولما تخلص تتصل فيني؟ يا اخي تعال على نفسك شويه واسكت. ممكن أنا كم مرة قايل لك إذا لقيت الباب مسكوك استأذن. يلا حط لي شاي وانقلع. روح وراك. أعتذر. وهذا اقتراحك ولا اقتراح امي؟ قلت اشاورك قبل. وين بتحطينها؟ هني بتقعد معاي. امي لو تبتي كان قالت لي، هي ما ترتاح عند احد ومو متعوده تقعد عند احد. غير كذي اذا جات بتجيب خدامتها ودريولها. وين احطهم؟ ولا من بيتحمل مصاريفهم؟ لا تقولين لي اخوي. اخوك خلاص الظهر تعود على قعده البيت، وما عاد يهمه لا البيت ولا مصاريف البيت. Thank you.
فيك. في ايه؟ انت ملاحظ ان انا فيا حاجة؟ انا اللي اسألك، انت فيك شيء؟ لا مفيش حاجة. انت نادهني عشان تسألني السؤال ده؟ يقولون عندك ضيوف في مكتبك. يقولون؟ مين اللي قال؟ مش مهم، بس انا بغيت اعاتبك تروح تتوسط حق هالحرامي فوزي علشان غازي ينقل كفالته. انا يوم قلت له هالكلام كنت عارف انه ما راح يلاقي حد، تروح انت تتوسط له وتحرجني انا؟ انت مش ملاحظ ان الكلام في الموضوع ده تضيع وقت؟ انت مش عاوز واحد والتاني يوظفه خلاص. ايه بس يعني؟ بس ايه؟ في حاجة تانية ولا امشي؟ في اسهم جديدة نازل البلد بس ما يمدحونها، انا ما اثق في حد. هم يقولون هالكلام على اساس ما حد يشتري وهم يشترون. ما دام ان غازي صديقك جس نبضه، هو خبير في البورصة، شوفه ايش يقول. اسمعي يا نادية، تروحين حق راشد اليوم وتسألين عن دفتر التوفير اللي باسم ولدي. طيب. والزيارة الجاية هتجيبينه معاك، أشوفه بنفسي إن شاء الله. زين، كلميني عنك، عنكم، قولي لي أي شيء. تركي، أنا ناوية أشتغل خلاص. إذا أنت مو راضي خلاص انسى الموضوع، أنا ما أبي أسوي شيء أنت مو راضي عنه. أنا واثق إنك ما راح تخطين أي خطوة إلا إذا كانت ضرورية. وعفيني، ما أبي أسألك أكثر. لا تيأس يا أبو يحيى، أنا واثقة إنك بتطلع وظروفنا إن شاء الله تتحسن. بس يحط أجهزة جوه عقولنا عشان يعرف احنا بنفكر في ايه. يا اخي الله يعينك، وشلون تقدر تشتغل في جو مثل ذي؟ كل متوتر وبيتحرك وبيشتغل لكن من غير نفس. ما علينا، قولي بقى، صديقة زوجتك دي عاوزة منك ايه؟ اشغل المبلغ اللي عندها. وش معنى انت يعني؟ يمكن علشان ما تعرف احد، وسمعت عائشة بالغلط تمدحني، لأنها مو من عادة عائشة إنها تمدح. وأنت جاي بقى عشان تاخد رأي. بصراحة البنت مأدبة وشكلها طيب، وعائشة عند أختها المتزوجة وراتبها على قد حالها، وخذت سلفة من البنك عشان تاخذ أسهم، وأنت عارف الباقي. والله إذا كانت مساعدتها هتخرجك من الحالة اللي أنت فيها دي، خلاص توكل على الله.
الشتاء وشو بقى بعد الشتاء تسترجع كل الأماني تنتحر بكتايهات والحلم فينا يستلذ مدمع ولا يا الإنسان إيش تعني الحياة ست نادية. أنا تحت أمرك واللي حقدر عليه حعمله. كتر الله خيرك يا أبو سعد. أنا قلت أقول لكم لأن يمكن تكون عندكم علاقات أكثر من فهد. خفت أقول له يمكن ياخذ الموضوع بحساسية ويقول إيش فيه قصرت. وهو ما أدري إيش أقول بس الله يعينه. بغيت أمر صندوق الزكاة وأقدم طلب. خفت أتأخر لأن عمتي تبي السيارة. أفا عليك يا نادية وإحنا وين رحنا؟ كلنا تحت أمرك. لا يا هند أرجوك أرجوكم كلكم أنا ما شرحت الوضع عشان تصرفون علي وتقصرون على عماركم. أنا أدري بعد بظروفكم بس أنا أبي أشتغل أبي أي شغلة عشان أصرف على نفسي وعلى ولدي. تبيني امشي وقطع رزقه من تحت راسك؟ هو على كفالة راشد مو على كفالة ريج. ومنو يعطي معاشه يا الذكية؟ عيالك؟ ابوي قاعد يدفع حق الخدامة ولدنا والمعاشهم، ما بقى اللي يصرف عليكم يا مال الزبط. يا بنت الناس قصر الشر وروحي غرفتك. انا اروح وقت ما اقرر اروح، مو بناء على اوامرك. سمعيني عدل، هذه اخر مرة ترشين فيها لدريول حق نادية وغيرها. خلي اخويا يحط لها دريول. موديها اخر الدنيا ورد السياره ما فيها نقطه بنزين. مشكوره بس انا بعد عندي كلمه ابي اقولها. انا ما عاد فيني حيل ولا قوه حق اليهال. ولدك تكفلي بي من يوم صاير. هي الخسرانة. هذا اللي قدرت عليه؟ يعني تبيني اقول لها غصبا عنك تتحملين به؟ انت ما عندك شغل قومي به. انا مو عايزانة عنه، بس انت تشوف كلامها عدل؟ لو انه والتركي وندوي كان ما قالت كذي؟ هي تموت فيه، ما عليك من كلامها. ما ردها بنتي بتقول هاتو، بس تبي تقهرك. وليش تبي تقهرني؟ ليش ما تقهرك انت؟ انا مو ناقص قهر يا السوم، اللي فيني كافيني. ما بكفاية رشود يعطيني 6000 ويقول لي خذ اغراض البيت؟ لا بعد تيني زوجة تعطيني لستة، يعني كأنك يا ابو زيد ما غزيت. هم حق مثل ابو زيد عاد لو انك قايل ابو زيد وايد احسن. سيفو ما شاء الله عليك تعرف تضحك، من زمان ما اشوفك تضحك. اي والله يا اسوم من خفتك يا حبيبتي نسيت الضحك.
ايش اقول لك يا يحيى؟ ناديه ما عندها غير الثانويه. وانا ما عنديش غير الاستاذ غازي بصراحه، اتكسف منه بقى، هو المسؤول عن العيله مش انا، كل شويه انط له واطلب منه، يعني بقيت محرج. ايه يحيى بس انت ما خذلته في اللي توسط لهم، كان ما شاء الله عليه سعد معتمد عليه في امور كثيره، ونفس الشيء بالنسبه لسامر مسك شغل. يا هند انت مش مقدره الوضع اللي انا فيه، هو متحمل مصاريف الشركه اللي المفروض انا اشغلها، الايجارات والعمال وكل حاجه. يا يحيى العمال يشتغلون عنده مو قاعدين كذي. بصراحه انا محرج. خلاص خلاص انا اقول حق سعد كلمه. عشان اقول ايه؟ خلاص خليه يكلمه، وسعد دلوقتي هو اللي بيصرف على البيت وهو الكل في الكل. ما ادري شلون طلعت مني هالكلمة، انا اموت على عبود بس يا عايشة ولا كأني موجودة، يطلعون ويدشون ولا كأنهم يشوفوني، ولو بهالياهل مونسني كان استخفيت. تبيني تين تقعدين عندي يمه؟ بيتكم على قدكم يا بنيتي، وما ابي اضيق عليكم. زين وما تروحين حق هند؟ اقول لك ما اقدر اخذ الدريول، تاكلني بثيابي، واختك يا بنيتي ما عندها دريول ولا هي بعد، وما اقدر كل شويه اقول لها طرشي لي احد من العيال، هم يشتغلون الله يحفظهم. اقول يمه اذهبك للحين عند هند؟ إيه يا بنيتي، وكل ما احتجت بعت لي قطعة. حلو، وتصرفين على بيت بوزط. هذا بيت أبوك الله يرحمه، بيت الخير. أبوي خلاص راح، وانت بصراحة تبطين الكبد، كل ما ياتك فلوس رحتي ميرتي بيت رشود. هذا ويهي، هذا ويهي إذا ما قالك قضم الباب عقب ما تبيعين كل ذهبت وتتمين كذي إيد ورا وإيد قدام. ابني بدل ما اكون فخور بي. اكيد انت فخور بي وكلنا فخورين بي، ما تلومش نفسك يا يحيى، ساعات الانسان بيقول كلام ملوش معنى. لا يا حاجة مش انا اللي اقول كلام ملوش معنى، انا ما قلتش الكلام ده الا لانه جوايا وبفكر فيه حتى وانا مش واخد بالي. يعني انت مش متضايق إنه شايل البيت دلوقتي؟ أنا متضايق لأني والله ما أنا عارف أقول إيه. بس اسمع يا يحيى، أنت قدرت تقوم شركة أبو راشد بمجهودك وخبرتك، ودلوقتي ابنه وعدك إنه هو يديك نسبة عن كل صفقة، خلاص إذا صدق كمل معاه، وإذا خلي بيك سيبه واللي يحصل يحصل. يعني انت شايفه كده؟ راشد ناديه تقول تبي تشوفك. ولي ما قالتش تبي؟ لا بس قالت لي خذي لي موعد منه، وانا ما راح اخلص من مواضيعهم. ما تعرف ايش تبي انت؟ ايش فيك ما تركزين؟ انا اللي اسالك ايش تبي. خلاص لا تعصب، اسفه. قولي لها مشغول. تقول ما راح تاخذ من وقتك الا 5 دقائق، تركي مبلغها رساله وتبي تقولها لك قبل ما تزورها. ها يعني تعرفين ايش تبي؟ لا بس هي قالت لي هالجمله. خلاص خلاص قولي لها بكره الصبح، ومن اصبح افلح.
يبا انت زعلان مني؟ لا ازعل منك ليه؟ اول تسولف معاي وتسالني عن شغلي والحين كله مشغول. طبعا مشغول، ولا انت متصور انك انت بس اللي بتشتغل؟ قولي حق تركي كل شيء صار حسب الاتفاق اللي بيننا. انا ما اعرف الاتفاق اللي بينكم، هو طلب مني دفتر التوفير وقال لي لا تجين بدونه. لا تروحين له، انا للحين ما سلم دفتر التوفير من البنك. ما فهمت. لا انت فاهمه، وبدل لف ودوران. هو ايش قال لك بالضبط؟ انا ما عندي لف ودوران، قال لي اللي قلت لك بالضبط. اذا رحتي بدون دفتر ايش بيسوي؟ بيطلقك؟ ما عندي رد على كلامك. انا اكلمك ردي عدل، ايش بيسوي يعني؟ يا ريت يا اخ راشد تروح له بنفسك وتسال السؤال هذا، لاني انا فعلا ما ادري. كل اللي اعرفه ان لنا مثل ما لغيرنا حقوق عندك، واذا ما اخذناها منك رب العالمين كفيل بك. يا هند ايش قلتي؟ عندي موعد مع زبونه بالليل ولازم اروح الحين عشان ارتب نفسي. وكلامك يا عايشه ما له معنى. شنو ما له معنى؟ اقول لك ما تسمع مني، نصحيها انت. عايشه امي مو ياهل عشان نصير امهات على امنا. اقول لك كل ما بعتي لها قطعه ذهب راحت ميرت بيته. بيت عايشه فيه ولازم تميره، ما فيها شيء. بعدين يا عايشة كفاية ان احنا محنا قايمين بواجبها، بعدين تحكم بفلوسها. ما لحي من بطة شبت، اشوف الكل ساكت وهو قاعد يتنعم بحلالنا، وانت حسبالك الحل ان تشتغلين خدامة هني؟ انا ماني خدامة وحسي ما لفظك. احسن من الخدامة بشوي، حين شهاداتك مالية بيتك واخرتها تشتغلين عند واحدة رايحة جاية تخز فيك انك من ممتلكاتها. ما عندي عقد من هالناحية، احسن وضعنا واحسن من قاعدة البيت وأفضل من إني أطالع اللي عند غيري. أنت أكيد مو صاحية، اللي عند رشود حلالنا كلنا. أنا ما أتكلم عن راشد، أتكلم عن أمي اللي مستكثرة عليها أنها تصرف من ذهبها، ولا فهد اللي رافضة تخلينا يبتدي من جديد. صدق؟ الله يبشرك بالخير، الواحد من زمان ما سمع أخبار طيبة. بس يا ريت تقرأ العقد كويس. زين يا النسيب ليش واقف؟ استريح اقعد. وإذا فكرت تغير الاتفاق وتدور على بضاعة أرخص هيلغوا العقد ويغرموك تمن البضاعة. أنا بعت خلاص وحيجي مندوب يوقع معاك العقد. حلو، وأنا وعدك إني ما راح أتدخل. خلاص 500,000 ربح نعمة ونسبتك محفوظة يا أبو نسب. أول ما نوقع العقد أستلم المبلغ. عفا عليك من عيوني. وياريت بقى تلم أجهزة التصنت اللي انت زرعها في كل مكتب، الكل بقى عارف. بيعها ورجع فلوسك أحسن.